نكمل وياكم ماما ان الناس هو interesting facts يعني حقائق ممتعة. At the time في هذا الوقت this was the most expensive film يعني تعتبر هذا الفيلم انه من اكثر الافلام غلاء ever released منذ اصداره. It cost كلفة 200 مليون. This is more than the original cost يعتبر انه اكثر من التكلفة الحقيقية او الاصلية original يعني الاصلي of building في بناء تايتانيك. هذا يعتبر الفيلم من اكثر الافلام التي كلفه حوالي 200 مليون يعتبر اكثر من التكلفة الرئيسية او الحقيقية ببناء تايتانيك. The ship هذه السفينة became أصبحت famous مشهورة because بسبب it was thought بأنه يعتقدون أن هاي السفينة to be an sneak apple يعني هي an sneak apple غير قابلة إنمن للغرق. أوكي however على مهما على أي حال أو مهما تراجيكالي مأساوي إنه كانت نهاية مأساوي التسناك غرقت تز فيرست فويج يعني فويج معناتها يعني معناتها الرحلة الأولى. أوكي I loved it أنا أحبها. الشو اللي بالتأكيد has to be لأنه كانت one of the greatest films من أعظم الأفلام of the 20th century في القرن العشرين. I especially وخصوصا liked أحببت the real life footage. footage يعني معناتها ماما لقطات وreal life اللقطات الحقيقية showing التي عرضت حطام السفينة at the beginning of the film في بداية الفيلم. okay بداية الفيلم فيلم the sets يعني المجموعات are fantastic كانوا رائعين and the acting والتمثيل is really good كان حقا really good حقا جيد. اكو ماما هنا عندنا صيغة سؤال When was the Titanic released? متى أصدرت سفينة تايتانيك؟ It was released in 1997. هذا السؤال مهم جدا. ما الغرض من هاي الفقرة اللي قريناها؟ هي شنو هاي الغرض؟ أولاً زيادة معلومات مهمة عن هاي السفينة. اثنين كلمات جديدة وخاصة هذا البوكس الأخضر بكلمات عندك تقرين القطعة وشوفين ترجمة هذه المعاني وعليها تمرينين بالاكتيفيتي بوك والتوفيق للجميع.